أمي هي أنا. أمي أنت ليش هيك عم تعملي؟ شو عم بعمل؟ مسكرة الباب على حالك وما عم تخلي حدا يقرب عليكي. عم تعاقبينا لأنه ما درنا بالنا على لونا، ولا عم تعاقبي حالك لأنه أنت اللي أصريتي تجيبيها تحضر العرس؟ أم صار اللي صار؟ اللي صار صار من زمان كتير، من 7 سنين لما عبيتي براس أبوكي بعد أختك المعاقة على المصحة مو مشان تتعالج، مشان تبعديها عن خلقتك. كل هالقد قلبك مليان مني؟ اللي بدق الباب يسمع جواب. مزبوط، بس هالمرة بالذات كنت ناطرة اسمع منك شي تاني. ليه ما اجيتي من امبارح؟ من امبارح لون اختفت، ليش ما اجيتي؟ ما بعرف، فكرت ساعة او ساعتين زمان ورح يلاقوه. ولما مرقوا الساعة والساعتين زمان والعشرة ليش ما اجيتي؟ سألت عنك قالوا لي مسكرة الباب على حالك. ما هيك ليكك دقيتي وفتحت لك. غضبانة علي لأنه تأخرت لأجيت لعندك؟ لا أبدا، غضبانة عليكي لأني بعرف شو جاي تعملي. شو جاي أعمل بالله؟ تتأكدي من اللي عم يدور براسك. واللي هو؟ إذا إلي يد باختفاء لونا. صراحة ما خطر لي هالإحتمال إلا لما ذكرتي. والله ما جابك لعندي غيره. بغض النظر مين، بس اللي عمل هالعملة يا إما يكون مجنون يا إما يكون حقود، ومثل ما بيقولوا الحقد بيعمي على قلب صاحبه، فما بيعود يفرق بين الابن والعدو. الضرر اللي عم تتمنطقي فيها لو بتسمعيها للمعلم أبوكي بيكون أحسن.